في النور الحقيقة تبان. شهدت مدينة الإسكندرية أمس فعاليات المنتدى الأول لشباب الإسكندرية، والذي جاء تحت شعار شارك ابدأ انطلق، وجاء تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون بين محافظة الإسكندرية والمنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. النهاردة منتدى شباب إسكندرية، النهاردة 12 مارس. احنا الحقيقة اتفقنا مع شباب إسكندرية انه يتعمل النهاردة، وهم اللي نظموه شباب إسكندرية من الجامعة ومن الأكاديمية ومن المحافظة ومن القطاعات المختلفة. زي ما حضرتك شايفة المنتدى فرصة للتواصل والاتصال، فرصة لتبادل الخبرات، فرصة لعرض مشروعات المحافظة اللي بتتم في المجالات المختلفة. النهاردة كان عندنا عرض مهم جدا لمحور المحمودية وبشاري الخير، عندنا عرض مهم جدا للمشروعات تعمل في كل القطاعات، يهمنا أوي الشباب يعرفوها، يهمنا يشاركوا برأيهم فيها. عندنا لسه جلسات إن شاء الله فيها حوارات مختلفة خاصة بالتعليم والصحة والإعلام والقطاعات المختلفة. أنا بحيي التواجد الإعلامي الكبير لمنتدى شباب الإسكندرية، ويعني نائبا عن السيد مهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، النهارده بنحضر منتدى الشباب، وانا شايف الموضوعات الحقيقه والمحاور المعروضه في المنتدى محاور مهمه جدا. كنا في الجلسه الافتتاحيه وشفنا المشروعات التنمويه اللي موجوده في محافظه اسكندريه، الحقيقه كلها مشروعات مهمه جدا ومشروعات فيها حاجات كتيره وتخص الشباب زي الاسكان الجديد الحقيقه ومحور المحموديه، كلها حاجات الحقيقه تنقل الاسكندريه الى المستقبل. لكن كمان المحورين القادمين اللي هو التعليم والمشاركه السياسيه موضوعين مهمين جدا ان شاء الله نحضرهم. لكن الحقيقه سعيد ان المؤتمرات اللي دعا ليها السيد الرئيس منذ يناير 2016 اللي هي مؤتمرات الشباب في كل المحافظات، ثم يكون في مؤتمر مجمع اللي حصل في شرم الشيخ في اخر عام 2016، ثم جميع المؤتمرات اللي حصلت في 2017، خلت الحقيقه ده يعني زي سنه حسنه جدا ان كل فتره بيحصل زي لقاء كبير في كل محافظة مع الشباب الموجود في محافظة، ويتم مناقشة كل الموضوعات المهمة اللي تخص المحافظة ديت مع السادة المسؤولين في كل مكان. هدف المنتدى فتح قنوات اتصال بين الشباب وأجهزة الدولة لتنمية القدرات المعرفية والإبداعية للشباب والاستفادة من طاقتهم وإبداعاتهم للمساهمة في تنمية المجتمع. في النور الحقيقة تبان.